بحضور رسمي ومشاركة من ممثلي البرنامج الإنمائي UNDP وعمداء كليات الهندسة ومؤسسات مالية وتنموية وشركات الأعمال الهندسية والتدريب، وبتمويل من حكومة اليابان. نظمت نقابة المهندسين فعالية لتقييم المشاريع العملية للمهندسين المتدربين على الأعمال الهندسية ضمن بيئة البيم، وهي تقنية غيرت طريقة تخطيط المشاريع وتصميمها وإدارتها. عملية ذكية قائمة على نموذج ثلاثي الأبعاد بتزود المهندسين بكل اختصاصاتهم وأصحاب المصلحة بمعلومات حول الخصائص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية لجميع عناصر المشروع، وبيتضمن النموذج كمان معلومات مفصلة حول المواد والأبعاد والأنظمة والمكونات الأخرى بالمشروع. الحقيقة يعني بيئة البيم هي جديدة لكن بسرعة كبيرة تم التعامل معها من قبل المهندسين بسوريا ومن قبل الجهات اللي قائمة على الدراسات. وهي الدورة الحقيقة هي استمرت لأكثر من 3 أشهر، وكان بضل 186 متدرب من كافة المحافظات ومن كافة يعني الشركات الخاصة والعامة وجهات الدولة. دورة مهمة جدا، هي دورة أساسية ممكن ينسخ عنها دورات فرعية كثيرة عبر فروع نقابة المهندسين بالمحافظات أو عبر شركة الدراسات أيضا الموجودة بالمحافظات وفيها كلها مراكز تدريب، لأنه تدريب المهندس وتطويره بشكل مستمر هو الغاية الأساسية لنوصل لمهندس مميز كما هو المهندس السوري دائما قادر على أنه يكون شريك أساسي، أو يعني خليني أقول الوحيد بعملية إعادة أعمار سوريا إن شاء الله. الدورة كانت متميزة لدعم مقدرات المهندس السوري. المهندس السوري معروف بكفاءته، ولكن هذه الدورة إضافة حقيقية وتساهم في دعم مشاريع التعافي وإعادة بناء سوريا خلال السنوات القادمة بإذن الله. صراحة في النقابة عم نجهز البنية التحتية حتى لما تبدأ فعليا عملية إعادة الإعمار تبدأ العجلة بشكل فعلي، يكون المهندس السوري مهيأ ومؤهل، وآليات العمل والأدلة والكودات والإجراءات العمل لدى نقابة المهندسين ولدى العاملين من المهندسين جاهزة لمواكبة حركة إعادة الأعمار. يعني الحقيقة نحن باستقبالنا لهدول الشباب وبشي اللي قدموه شعرنا سوريا بخير وسوريا ماشية بالطريق الصحيح. هدول الشباب اليوم عم يطبقوا تقنية من أحدث تقنيات العالم اللي اسمها البيم. اليوم حسنا نوطن هي التقنية بسوريا، حسنا ندرب الناس والمهندسين وخريجي حديثي التخرج، وحسنا ندمجهم حتى مع الناس الخبراء اللي عندهم خبرات 20 و25 سنة، نعمل هذا الخليط المتكامل اللي بيحتوي الخبرة مع التكنولوجيا مع الحكمة. وطبعا أنا كنت مسؤول عن تدريب الجزء الإداري بالمشروع اللي هو إدارة المشاريع، وطبقنا تقنيات أخرى حتى بالإدارة حديثة اسمها الإدارة الرشيقة الأجايل بروجكت مانجمنت. الأمور كانت كتير جيدة والنتائج واضحة والالتزام كان كتير عالي، والحمد لله كان في شغف عند المتدربين، ناس جم من المحافظات، ناس من الشام، التزم والتزام كتير كبير. طبعا هو بحد ذاته البيم هو أكيد بعمق الهندسة، الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والكمان العمارة، كلها هو بيشمل كل هالنوع من الدراسات. وهذا العمق الهندسي أو الإخراج اللي نحن بهمنا بالنهاية إنه يكون لما عم نسميه مبنى مستدام عم ياخذ كل هدول الدراسات بعين الاعتبار ونوصل لشيء اسمه مخرج هذا المبنى بتصميم أو بدراسات البرنامج البيم. فكان أسس التقييم إنه نحن نشوف هذا المهندس هو عم ياخذ كل هالنوع من هاي مثلا الانفراستراكشر اللي هي البنى التحتية مع الجملة الإنشائية مع كمان الدراسات الميكانيكية وكمان التصميم المعماري كلياته، بس والتراتبية وفق برامج كمان كلياتها، ويطلع هذا المخرج. فنحن كان هذا النقاش اللي هو كان يصير انه نحن على اي اساس نحن يعني لا الفيديو هو لحاله والإخراج النهائي هو بيعطي فكرة، في عمق هندسي كتير مهم نحن لازم نقيم على أساسه ونعطي له معايير وأرقام ودرجات. يعني بذهننا ويعني بتفكير المسؤولين إذا مو السنة القادمة اللي بعدها بدها تكون إلزامي التطبيق، يعني مشاريعنا كلها كدراسات وتنفيذ يجب أن تكون متبعة للتقنية. هي التقنية هي ليست مرتبطة لا بدولة ولا هي عبارة عن
معلومات هندسية متطورة يمكن بها تجنب الأخطاء وتجنب التعارضات اللي بتصير واللي تخلق مشاكل كبيرة وتؤدي إلى خسارات كبيرة فهذه يمكن باستعمال الوصول إلى دراسة اقتصادية عمليا يمكن الاستفادة منها بأحسن وبالطرق يعني العصرية يلي عمليا نتجنب فيها كل الأخطاء أثناء التنفيذ. بداية نحن بنحب نتشكر الجميع القائمين على هذا المسار التدريبي اللي بالفعل جمع بين خلينا نقول الخبرات الهندسية وجمعت بين الشباب المتحمس الهندسي الحديث التخرج، عملت مثل يعني عملت دمج بين هاي الخبرات والمعارف الهندسية خلينا نقول المتقدمة لحتى نواكب يعني تطور الدول. هاي النقطة. النقطة الثانية إنه كان نظام المسار كان محفز للجميع حتى يشتغل، وبالفعل انت يعني كم تم انتاج 24 مشروع بالفعل فينا نقول عنهم مميزين متكاملين بشكل عام وفق التقنيه اللي عم نشتغل عليها هي تقنيه البي اي ام. مشروعنا هو مدرسه نموذجيه بتستوعب تقريبا 100 طالب. اخترنا مشروع المدرسه كونه هو احد اهداف التنميه لتحسين التعليم، وخاصه هلا باعاده الاعمار ففي كثير مدارس تضررت، فلقينا انه هي المدرسه هي حاجه ما لها شيء مكمل للمجتمع. يعني هلا كانت الصعوبات هي تجميع الاختصاصات مع بعض البعض كام اي بي ميكانيك صحيه كهرباء، فالبي اي ام هو سهل لي هي العمليه حتى اني اجمع كل هدول التخصصات ضمن ملف واحد، اكشف التعارضات، شوف شو عندي اخطاء بحيث اني انا اعرفها قبل ما انزل على موقع التنفيذ على الميدان، وبالتالي انا عم اخفف هدر وقت وجهد حتى موارد. هو منهج تفكيري اكثر من انه برامج، بس هو منهج بتفكير المهندس ليرجع يقدر يطبق كل شيء تعلمه مع كل اختصاصات المهندسين الموجوده عندنا بالمجتمع هون. بلشنا اول شيء كان اول شيء معلومات جديده، كنا اول شيء بحاله انه دهشه انه موجود هيك شيء عندنا يعني، وبلشوا يوجهونا على هيك منحي. احنا بنسمع من برا انه شو عم يشتغلوا برا البلد، بس هون لسه ما شفنا هالاسقاطات هي، فكانت كثير لنا يعني محافز كبير انه احنا لازم نطور من حالنا. فاول كم اسبوع كان اول شيء فجاه، خاصه معلومات اداريه معلومات ضخمه كانت، بعدين انتقلنا عن المعلومات البرمجيه. الصراحه المعلومات البرمجيه كانت اسلس لنا كوننا نحن فايتين بالجو اساسا بالنمذجه وغيره، بس كمعلومات اداريه ومنهج تفكير كان بده تطوير كثير. وتضمنت الفعاليه استعراض مشاريع الفرق ال24 المشاركه فيها بعد اتباع 186 مهندس من اختصاصات متعدده، مسار تدريبي لمده 3 أشهر بمجال التطوير والنمذجه والاداره لمشاريع البناء والتشييد، والتدرب على تصميم مشاريع هندسيه ضمن بيئه عمل البناء، ثم تم تقييم هذه المشاريع من قبل لجنة مختصة.